السلام عليكم. أحداث مهمة خلال الساعات القليلة الماضية ستترك أثرها على المشهد اليمني. وصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى الرياض للقاء مسؤولين حكوميين وقادة إقليميين وعالميين بشأن الوضع في اليمن والعمل على حل النزاع هناك. ثم اجتمعت اللجنة الرباعية الممثلة بوزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية والولايات الأمريكية المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة لمناقشة الملف اليمني. ثم كان الحادث الأليم صباح اليوم في عدن باستهداف أفراد من المستجدين في الأمن والجيش بتفجير انتحاري أثناء استعدادهم لاستلام مرتباتهم، الأمر الذي أدى إلى مقتل وجرح 70 مجندا. وأخيرا المؤتمر الصحفي المشترك لوزيري الخارجية السعودي والأمريكي. وكان من أهم ما قاله كيري فيه إن الخارطة التي وضعت من قبل الأمم المتحدة وتحظى بدعم أمريكي لم ولن تكون حلا نهائيا، بل هي إطار وخطوط عريضة للمفاوضات. أحداث تلقي بظلالها الثقيل على مستقبل اليمن، وحولها ستكون حلقتنا لهذه الليلة. بداية أرحب بضيفي في الاستوديو الباحث والمحلل السياسي الأستاذ نبيل البكيري. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام. كما أرحب ببقية ضيوفنا الذين سينضمون لنا تباعا عبر الهاتف. نتابع مشاهدين هذا التقرير ثم نعود للبدء بالنقاش. استبق الرئيس عبد الرب منصور هادي لقاء وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بالعاهل السعودي بتأكيده على أن الحكومة ما زالت بانتظار تسلمها ردود المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ على ملاحظات الحكومة على خطته. سباق مع الزمن في محاولة لإنجاز مهمة مستحيلة لإحلال السلام في اليمن عن طريق الضغط على الطرف الحكومي دون الضغط على الميليشيا التي أدخلت البلاد في أتون حرب أهلية طاحنة. جون كيري لم يمسك عصا الحل في اليمن من المنتصف، ولم يبذل خلال العامين الماضيين أي جهود للبحث عن مخارج عادلة للأزمة اليمنية تمر عبر بوابة القرارات الأممية. فالرجل التقى بوفد الميليشيا الشهر الماضي وتعهد له بإنجاح التسوية، بينما لم يكلف نفسه عناء اللقاء بالجانب الحكومي خلال زيارته المتعددة للمملكة التي تستضيف عددا كبيرا من مسؤولي حكومة هادي. وزير الخارجية الأمريكي عقد فور وصوله الرياض اجتماعين، أحدهما مع العاهل السعودي والآخر مع نظرائه البريطاني والسعودي والإماراتي والعماني، إضافة للمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لمناقشة خطط السلام الخاصة باليمن التي ترفضها الحكومة اليمنية في محاولة منه لإدخال تعديلات غير جوهرية على مضامينها، ما يسمح باستئناف محادثات السلام استنادا على نصوصها. عقب الاجتماع خرج كيري ليؤكد في مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي أن الخطة المقترحة من الأمم المتحدة هي التي ستنهي الحرب في اليمن ويدعو الجميع للعودة لطاولة المفاوضات، ولم ينسى التأكيد على أن التسوية يجب أن تضمن الحفاظ على أمن المملكة، ويبدو أن تلك هي كلمة السر أو أداة الضغط على الرياض للضغط على هادي للقبول بالتسوية. تسعى الخارجية الأمريكية للسير قدما في محاولة لإنفاذ مبادرتها حتى ولو كانت تقفز على الواقع وعلى إمكانية النجاح المحتمل، وهو ما كان واضحا خلال اجتماع وزير الخارجية عبد الملك المخلافي مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي السبت في الرياض، حيث تبنت المساعدة موضوع تدريب وإعداد لجان التهدئة المكلفة بالإشراف على أي وقف مرتقب لإطلاق النار. تقول الوقائع على الأرض أن هناك تحركات حثيثة تحت الطاولة تحاول إضفاء الشرعية على التسوية التي تبذل الحكومة جهودا كبيرة للإفلات منها قبل أن يقع الفأس في الرأس. أجدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام وضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ نبيل البكيري. أستاذ نبيل، هناك تحركات دورية تتجه للدفع نحو حل يضع المبادرة الأممية كإطار عام له، يعني فيما عرف بمبادرة ولد الشيخ وكذلك أفكار كيري التي شابهتها كثيرا. على الطرف الميداني أو الصعيد الميداني هناك عمليات إرهابية حدثت في عدن تكررت في المكان الذي تتواجد فيه الحكومة والشرعية، كيف يمكن قراءة هذه المستجدات؟ أولا لا شك من خلال متابعة الجولة الأمريكية والإصرار الأمريكي على مسألة خارطة ولد الشيخ أو أفكار كيري أو ما شابه، نشاهد أنها تأتي في الوقت الضائع تماما بالنسبة للإدارة الأمريكية التي بقت أسابيع 2 أو 3 أسابيع لتسليم الإدارة الأمريكية للحكومة الجديدة، الحكومة ترامب.
وبالتالي مثل هذه هذا الحرص الكبير من قبل الإدارة الديمقراطية هو يضع علامة استفهام حقيقية حول مدى تلك التنسيقات التي تمت أو الاتفاقات التي تمت في كواليس المشهد الدولي على امتداد المرحلة الديمقراطية بفترتيها الأولى والثانية، وخاصة الذي شهدنا مع ذلك وخلالها الموافقة على برنامج إيران النووي، وما تم في كواليس وهوامش هذا الاتفاق، وهو الذي اليوم نراه بوضوح من حلب إلى الموصل إلى اليمن، إلى بمعنى أنه كأنه هناك التزام موقع بين الإدارة الديمقراطية والجانب الإيراني، بموجب هذا الاتفاق يتم دعم وإسناد الميليشيات الطائفية في المنطقة العربية إن لم تكن حاكمة تكون هي الفاعل الرئيسي في هذه المنطقة. هل هذا يشمل أيضا ما يحدث في عدن؟ لا شك أم أن الأمر يأتي في سياق منفصل؟ نحن أمام، أنا أقولها دائما وأبدا وأقولها في كثير من المواقف، أنه مسألة الإرهاب اليوم تحول من مسألة أمنية حقيقية وفكرية إلى مسألة سياسية بحتة ومجردة. بمعنى آخر أنه العنف الموجه أو الإرهاب الموجه، نحن الآن أمام صيغة جديدة من هذا الإرهاب الموجه. هذا الإرهاب الذي رأيناه إرهاب داعش في العراق وفي سوريا وفي تركيا وفي كثير من المناطق، اليوم في الأردن نحن أمام موجة إرهاب يتم التحكم به وتوجيهه لأغراض سياسية بحتة لا علاقة لها بالخلل الفكري، أو لا علاقة لها أيضا بمسألة الأمن الحقيقية الموجودة في المنطقة العربية. هناك اعتقادي اليوم الإرهاب تحول من أداة أو تحول من ظاهرة ممكن البناء عليها كمسألة أمنية قومية أو مسألة فكرية وثقافية إلى مسألة سياسية بحتة مجردة، وخاصة هذا التوقيت الذي يتم استخدام فيه هذه العمليات اليوم. نحن رأينا خلال اليومين والثلاثة الأيام الماضية العمليات التي تمت في تركيا، بعد ذلك أيضا التي تتم في عدن مثلا على سبيل المثال، أيضا في عدن بشكل رئيسي عمليات موجهة ودون أي أدنى حتى احتمال واحد أن تفشل أو يطرح المرتكب أو من يقف خلف هذه العملية حتى احتمال واحد أن تفشل هذه العمليات. وبالتالي هناك توجيه حقيقي لمسألة الإرهاب ورعايته وتحويله إلى ورقة سياسية في على طاولة المفاوضات السياسية بين القوى المتصارعة دولية وإقليمية. طيب أنت تقترح أنه، يعني هل أفهم من كلامك أن ثمة ربط ما بين تزايد العمليات الإرهابية يعني خصوصا في عدن، وكذلك الضغوط السياسية المتعلقة بخارطة الطريق لإسماعيل ولد الشيخ التي اعتبرها الرئيس هادي مكافأة للإنقلابيين، يعني وضعها كإطار لأي عملية تفاوضية قادمة؟ أولا لا تنسى أنه في هذا الجانب أنه مسألة الإرهاب أصبحت من ضمن الأدوات التي تستخدم في إطار يعني إعادة تشكيل المشهد السياسي والمشهد الجيوسياسي في المنطقة العربية كلها. وبالتالي ما يحصل في عدن أيضا يعني بقدر ما هو جزء من المشهد السياسي واللعب السياسي بالأوراق الإرهاب، هو أيضا يعكس حقيقة أنه هناك تقصير أيضا، أو لا يعفينا من توصيف ما يحصل أنه هناك تقصير وفشل للحكومة اليابانية. لكن في نفس السياق أيضا نحن لا نغفل أنه هذا العمل الذي يتم هو في إطار الضغوط التي تمارس على الحكومة اليمنية وعلى التحالف العربي بصدد القبول بخارطة الطريق أو بقبول بهذه الأفكار التي من خلالها يتم إعادة أو شرعنة الانقلاب الموجود وتحويله إلى جزء رئيسي وحاكم وفاعل في المشهد السياسي اليمني. وبالتالي هذه هي الصورة القريبة لتوصيف ما يحدث. هناك تحويل ورقة الإرهاب إلى ورقة سياسية يتم الزق بها في إطار المعارك الجارية اليوم سياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا أيضا. وبالتالي يعني هذا التوقيت وهذا الإصرار على تحقيقه دعشنة المشهد في الحالة الجنوبية وفي عدن تحديدا التي تعتبر عاصمة البلاد الآن، هو جزء من هذا الاشتغال على مسألة تمكين الأقليات الطائفية والاعتراف بهذه الانقلابات الموجودة أو الحكومات غير الشرعية كأنها حكومة شرعية. لكن أستاذ نبيل، يعني هذا الطرح أحيانا يقال عليه أنه يعني مبالغ في عملية إطفاء، أن كل شيء يتم بأوامر خارجية أو بتبعات خارجية، بغض النظر على أن هناك أفعال على الأرض أو مسببات على الأرض تسبب هذا العمل. أولا عندما نتحدث عن مسألة أنه أو يجب أن نوضح شيء مهم وأساسي في فهم مسألة الإرهاب، حينما نتحدث على أنه تحولت إلى ورقة سياسية، نحن لا يمكن أن نغفل الأسباب الحقيقية الفكرية والثقافية والاقتصادية التي تدفع إلى ظاهرة العنف. يعني
في الحالة اليمنية مثلا في حالة عدن هناك فشل كبير، هذا الفشل فشل على مستوى إدارة المنطقة بعد التحرير وتحريرها من الانقلاب، فشل على مستوى أيضا دمج هذه الفصائل في إطار جيش وطني حقيقي ذي عقيدة قتالية وطنية يستند إلى مرجعيات دستورية وقانونية. هذه من ضمن الأخطاء والكوارث التي يشتغل عليها الجماعات الإرهابية. أيضا مسألة الاشتغال على مسألة الأحداث أو ما يسمى بالمراهقين في هذه المنطقة، يعني نحن لا نغفل أنه وجود هناك أفكار متطرفة، هذه الأفكار المتطرفة موجودة، لكن هذه الأفكار المتطرفة لم تتحول بعد إلى ظاهرة يمكن وصفها بأنها ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع. هذه الأفكار البسيطة وهذه الحالات الشاذة التي تنفذ مثل هذه العمليات هي يعني ضحايا لهذا العنف وضحايا أيضا للأفكار شيطانية. هذه الأفكار أيضا يتم التحكم بها من خلال بعض الأجهزة الأمنية وأجهزات المخابرات الدولية والإقليمية. هذه حقيقة لا يمكن أحد أن يغفلها، وخاصة حينما نعرف مسار ومسارب ونتائج ومآلات مثل هذه العمليات التي تقدم أطراف سياسية واضحة في المشهد السياسي. طيب أستاذ نبيل، دعنا نشارك معنا في الحوار الدكتور فيصل العواضي مستشار وزير الإعلام. مساء الخير دكتور فيصل. مساء الأنوار عليك وعلى ضيفك الكريم وعلى الإخوة المشاهدين جميعا. أستاذ دكتور فيصل، حادثتان إرهابيتان تفصل بينهما 10 أيام أو أقل من 10 أيام، يجمعهما نفس المكان كذلك ويستهدفان نفس التجمع، هل نحن أمام فشل أمني ذريع هنا؟ حقيقة الإنسان أولا لا يسعه إلى أن يقف حزينا أمام هذا المشهد، لكن يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين يقول الله في كتابه المبين: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. 9 رهط أفسدوا أمة. وهنا بدون أن يفسر كلامي بأنه دفاعا عن أجهزة أمنية أو عن فلان أو علان، نقول أن هناك مجموعة مندسة قليلة جدا ولكنها أفسدت المشهد وعكرت صف أمن عدن. ومع التسليم بأن صاحب الحاجة أعمى لا يريد إلا قضاء حاجته، الإخوة المواطنين والشعب كله يريد أمنا واستقرارا. وكنت أسمع ضيفك الكريم يتحدث على أنه لم يتم بناء جيش بعقيدة وطنية أو استيعاب هؤلاء الشباب في إطار جيش يبنى عقيدة وطنية. أولا علينا أن نسأل أنفسنا، هل يمكن بناء جيش في ليلة وضحاها؟ نحن بحاجة إلى وقت من الزمن إلى استقبال الأمن والاستقرار. نحن الآن أمام أول خطوة في شد الجيش فعلا لكي يحس بما له وما عليه من خلال مرتبه الذي نجحت الحكومة في توفيره وتسعى الآن لتسليمه. وما هذه العمليات الإرهابية التي نشاهدها إلا لضرب هذه الخطوة كونها الخطوة الأساسية. نعم التي سيكون لها ما بعدها. طيب هذا الأمر توازى الآن مع مساعي سياسية في مكان آخر، الكثير يتحدث على أنه في نهاية المطاف ما يحدث على الميدان بداخل اليمن ينعكس على الساحة السياسية والاعتبارات السياسية للوضع اليمني. كيف أو تعلقون على زيارة كيري اليوم للمملكة العربية السعودية وحديثه الطويل بشأن الشأن اليمني؟ أولا يعني اليوم لوحظ في المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ووزير الخارجية السعودي أن هناك اتفاق وشبه تأكيد على الالتزام بالمرجعية في 3، وأن خريطة الطريق يعني ليست مشروعا نهائيا كما وصفها كيري لكنها قابلة للتعديل. نحن نقول ليست قرآنا منزلا لا يجوز المساس به أو تعديله. اليوم اللجنة الرباعية عادت إلى التأكيد على المرجعيات، وطبعا مع التأكيد على أن الحل السياسي هو أسلم الحلول، وربما يعني هذه العمليات التي تحدث داخل الوطن تجعل من الصوت المطالب بحل سياسي يعلو ويكون له مقرره حتى وإن كانت له أهداف
على المدى المنظور او المدى البعيد. طيب دكتور، لا نقول انها تخدم فعلا حقيقه السلام الذي ننشده كيمنيين. دكتور يعني نعم، لكن من جانب الحكومه طبعا كان هناك التزامين. اولا الالتزام المبدئي بعمليه السلام والاشاده بكل الجهود المبذوله والحرص على احلال السلام في اليمن، والثابت الاخر او الالتزام الاخر هو تمسك الحكومه بالمرجعيات التي اتفق عليها العالم معنا، وليست يعني بمعنى انه الذي راى الى حل المشكله اليمنيه من جذورها لم يجد غير الالتزام بالثلاث المرجعيات كمرجعيات للحل الدائم. طيب دكتور فيصل، بحكم متابعتك ل يعني المؤتمر الصحفي المشترك لوزيري الخارجيه السعوديه وكذلك الامريكي، هل تم استيعاب نقاط الحكومه الشرعيه على مبادره ولد الشيخ من خلال هذه التفاهمات التي جرت؟ اولا دعنا نقول انه الحكومه لا تتعامل مباشره مع اللجنه الرباعيه. الحكومه هي تتعامل مع الوظيفه الاممي وملتزمه بالعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، واللجنة الرباعية أو الاجتماع الرباعي الآن تقريبا هذه رابع دورة دون أن تشعر الحكومة بما سيناقش أو تشعر حتى بمخرجاته، وتتلقى الحكومة ما يتلقاه المتابع العادي عبر وسائل الإعلام، لكن الكل يتجه إلى الأمم المتحدة وإلى المبعوث الدولي. ملاحظة الحكومة سلمت المبعوث الدولي طبعا، وكانت مطروحة على وسائل الإعلام من خلال تأكيد الأخ الرئيس ودولة رئيس الوزراء ونائب الرئيس وكل ووزير الخارجية وكل فعالية الدولة، أكدت على رفضها لخارج الطريق ما لم تعود إلى الالتزام بالمرجعية الثلاث. وهذا الكلام طبعا أصبح واضحا وملموسا. وايضا طيب هنا يحدث التساؤل استاذ دكتور فيصل، هنا يعني يوضع التساؤل، الكيري التقى بممثلين عن الحوثيين في مسقط لكنه لا يلتقي وزير الخارجيه اليمني الموجود في السعوديه او في الرياض، على الرغم من ان هناك اجتماعات للجنه الرباعيه التي تهتم بشان اليمن كنقطه اساسيه، اين الحكومه الشرعيه من ذلك كله؟ اولا يعني لا يوجد ما يبرر لقائه بوزير الخارجية، لأنهم يحاولوا أن يفرضوا ضغوطهم بطرف خفي عن طريق وزير أو عن طريق المبعوث الأممي، لكن اللقاءات الرسمية وزير الخارجية ملتقي مع سفراء الدول الثامنة عشر الراعية وفي مقدمتهم سفير الولايات المتحدة الأمريكية، ومساعدة وزير الخارجية كانت موجودة في الرياض والتقت بكل المسؤولين. ويعني راينا كيف انه بعد لقاء كيري بالانقلابيين في مسقط انتزع منهم تعهدا مكتوبا كانت تطالب به الحكومه في اطار الالتزام بالثوابت التي يعلنها المبعوث الدولي كاطار او يعني كاطار للمشاورات الهادفه الى تنفيذ القرار الدولي 2216 ومرجعيات المبادره الخليجيه ومخرجات الحوار الوطني. لكن ايضا الانقلابيون خطوا خطوه احاديه في الاتجاه المضاد لكل ما التزموا به لكيري وهو تشكيل الحكومه، وهذا يصل يعني يوصل العالم الى قناعه، نعم نفس القناعه التي نحملها نحن كيمنيين، من أن هؤلاء لا عهد لهم ولا أمان لهم منذ أن الحروب الستة الأولى طبعا مع تواطؤ المخلوع معهم، لكن كان هناك لجان تفاوض وكان هناك وساطات، يعني نذكر وساطة قطر وغيرها، وفي كل مرة يلتزمون ثم أشكر. لا يفون بأي التزام ويلتفون على التزاماتهم. مستشار وزير الإعلام دكتور فيصل العواضي كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. أستاذ نبيل، هل من المنطقي الحديث على أن يعني وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يجتمع بممثلين على الانقلابيين في دولة تعتبر يعني توصف بأنها مقربة أو نوعا ما تحاول لعب دورا في المشهد اليمني، ولا يجتمع مع ممثلين عن الحكومة الشرعية في لقاءات
تهتم بالشأن اليمني في الأساس. هذه من الإشكاليات ومن المضحكات الكثيرة والكبيرة في المشهد السياسي العام فيما يتعلق به، أيضا في تعاطي حتى الإخوة في التحالف العربي مع الجانب اليمني. يعني أنا باعتقادي أنه يفترض مثلا أنه الحكومة اليمنية هي موجودة في صلب هذه الأزمة، بمعناته هي الباب الذي ينبغي الدخول إليه لمعرفة تفاصيل المشهد، وهي صاحبة الحق والشرعية في أن توافق أو لا توافق على أي شيء في هذا الخصوص. لكن الإشكالية أيضا هي تعكس أيضا مدى أو انكشاف لحالة الدلال الأمريكي الغربي لهذه الميليشيات الانقلابية. يعني حينما يعني وزير خارجية دولة عظمى يلتقي بمجموعة من قطاعي الطرق يعني واللصوص والانقلابيين الذين ليس لهم أي شرعية سوى شرعية البلطجة والسلاح والرعاية الدولية لمثل هذه الفوضى، هذا السؤال أيضا كان يفترض أيضا أو مثل هذا التصرف يفترض أن يكون أداة استفهام كبيرة لدى الإخوة في التحالف العربي وفي المملكة تحديدا، أنه الطرف اليمني الشرعي الرئيسي هو الذي ينبغي أن يكون حاضرا مثلا. وأنا في أكثر من مرة أقول أنه الرباعية هي جزء من الهروب من مسؤولية حقيقية، أو بمعنى فرض وصايا غير منطقية أيضا في معركة ستشكل هذه الرباعية جزء من سحب الشرعية على مشروعية هذه الحرب، حينما تناقش قضية تخص دولة وشعب لها حكومة وسيادة دون أن يكون لها ممثل. دون أن يكون لها ممثل، أنت الآن تتصرف بعقلية الـ يعني إيش أقول المستعمر، يعني أشبه بهذا التصرف العربي. هل هناك مساواة في هذه الحالة ما بين جهة الشرعية وجهة الانقلاب؟ لا بالعكس، يعني عدم الحضور دائما يتركز أو التغييب المتعمد هو الجانب الشرعي، بينما الميليشيات يعني هم لا يتقابلون مع الانقلابيين في اجتماعات اللجنة الرباعية، هم يتقابلون في أوقات أخرى. لكن هل تتعامل اللجنة الرباعية مع ما يحدث في اليمن على اعتبار المساواة بين طرفي الشرعية والانقلاب؟ الإدارة الأمريكية طرف في الرباعية، وهي يعني التي التقت بالانقلابيين في مسقط، وبالتالي هذا التساؤل الذي ينبغي أن يصل للأخوة في التحالف العربي تحت أي بند وأي شيء ممكن أن يوصف مثل هذا اللقاء الذي أيضا هو لم يجري بطريقة رسمية، هو تم خلسة في مسقط دون حتى بطريقة رسمية. طيب، تعامل اللجنة الرباعية كان ربما يتعامل مع السعودية كما يقول كثيرون على أنها المعنية الأساس بالملف اليمني، حتى تصريحات كيري كانت تتحدث بشكل واضح على أنه يجب تأمين السعودية ويجب عدم وجود أي تهديد على حدودها مع اليمن، ويجب أن يكون الحل السياسي القادم مراعيا لذلك. هل هناك توجه نحو اهتمام بالسعودية بعيدا عن الملف اليمني وتداعياته ومشاكله كلها؟ المملكة بالنسبة لليمن وخاصة من بعد عاصفة الحزم حتى الآن أصبحت هي المعنية الأولى والأخيرة، يعني بالأخير هذا هو الواقع الموجود اليوم على الأرض. يعني شرعية لولا تدخل المملكة العربية السعودية لكان فرض شرعية أمر واقع وانقلابية وتم الأمر، وحتى لكنا رأينا اعترافا دوليا بمثل هذا الانقلاب. لكن المملكة العربية السعودية وقفت موقف دفاعا عن أمنها وعن استقرارها ودفاعا عن حقها في الوجود أيضا، لأنها تعتبر اليمن هي البوابة الرئيسية للمملكة تاريخيا، وبالتالي يعني لا أحد ممكن أن يزيد في هذا الاتجاه. لكن في الأساس أنا باعتقادي أنه ما دام هناك حكومة شرعية يفترض أن يكون هذه الحكومة الشرعية حاضرة في كل تفاصيل ما يتم، حتى لا يتم أيضا تصوير المشهد على أن الحكومة الشرعية هذه ليس لها شرعية، والدليل على ذلك أن المملكة هي التي تتصرف كل شيء، وهذه الصورة هي التي يقدمها الإنقلابيون ويحرصون أيضا على تكريسها إعلاميا في أن يعني المعنية بالتفاوض أو المعنية بأي نقاش هي المملكة العربية السعودية وليس الشرعية. وبالتالي من يمنحهم هذه الفرصة مثل هذه التشكيكات والتخرصات هي المملكة العربية السعودية والتحالف العربي للأسف. طيب، سنتحدث أكثر حول هذه النقاط، العلاقة ما بين السعودية ودول الخليج وكذا التحالف العربي بشكل عام واليمن، لكن دعنا نذهب إلى فاصل قصير، بعده مشاهدينا نكمل النقاش، تفضلوا بالبقاء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أستاذ نبيل، الحكومة إلى أي مدى ستستطيع التعامل مع الضغوط الأمريكية، مواجهة
الفرض محاولة فرض يعني إطار خطة ولد الشيخ كإطار لل يعني التفاوض، إلى أي مدى ستستطيع مواجهته، وهل من معين لها في هذه المواجهة؟ أنا باعتقادي المفتاح الرئيسي أو المدخل الرئيسي لمواجهة هذه الضغوطات، وهو الوحيد أيضا ولا يمكن أن يكون هناك أي شيء بديل عن هذا المدخل، وهي مسألة النجاح على الأرض وإدارة المناطق المحررة والتصرف كدولة حقيقية من خلال المسؤولية السياسية والأخلاقية والاجتماعية والوطنية المفروضة على هذه الحكومة من خلال حقوق الناس ومرتباتهم والأمن والاستقرار الموجودة في المناطق التي تحت سيطرتها. أنا باعتقادي هذا هو المدخل الوحيد والرئيسي. يأتي بعد ذلك دعم الإخوة والأشقاء في التحالف العربي وفي المملكة العربية السعودية في الإطار السياسي. نحن نتحدث الآن، نحن في الإطار السياسي، الإطار السياسي الوحيد المدخل لكبح جماح هذه الضغوطات هو النجاح على الأرض. أنا باعتقادي أنه يمتص أو يستخدم الإنقلابيون شماعة الإرهاب والفشل الموجود في المناطق المحررة كمدخل رئيسي لمخاطبة ومغازلة المجتمع الدولي فيما يتعلق بقضية الإرهاب تحديدا، وهذه القضية من أخطر القضايا التي تثير شهية المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول، لأنها هي المدخل وهي المفزاعة الوحيدة أو الشماعة الوحيدة التي يعلق عليها المجتمع الدولي تواجده وتدخله وتصرفه يعني وكيل شرعي ووحيد لمكافحة الإرهاب في العالم. وبالتالي هذه الورقة هي التي يتم من خلالها مخاطبة ومغازلة المجتمع الدولي من قبل الميليشيات الانقلابية ومن قبل بعض الأطراف والقوى الإقليمية التي تستفيد من شماعة الإرهاب بشكل كبير. أنا باعتقادي أن النجاح الحقيقي لمواجهة هذه الضغوط هو النجاح على الأرض، هو إيجاد مؤسسات الدولة، هو القيام بوظائف الدولة كما هي في كل الأجهزة وفي كل المؤسسات التي تحت سلطة الشرعية. وبالتالي ما سيأتي من ضغوط أنا باعتقادي لن يكون لها قيمة كبيرة وتأثير كبير ما دام أنت هناك على الأرض ويعني واقف على الأرض وتؤدي وظيفتك أمام شرعيتك وأمام شعبك بكل نجاح واقتدار رغم كل ما ستواجهه من أخطاء وأعباء، لكن أنا باعتقادي هذا المدخل الوحيد والرئيسي. طيب دعنا نضع هذا على يعني للنقاش في لحظة أخرى، لكن في التعامل مع الواقع الإقليمي وكذلك وجود يعني أنت تحدثت على أن الشرعية بحاجة في نهاية المطاف إلى أصدقاء ومعينين في مواجهة الضغوط السياسية الدولية. الآن في التحالف العربي المملكة العربية السعودية من تتكئ عليه الجمهورية اليمنية الحكومة الشرعية أكثر في مواجهة الضغوط الأمريكية؟ هل تتلقى ضغوط من المملكة العربية السعودية تجبرها على المضي منفردة في مواجهة يعني رفضها لخريطة ولد الشيخ؟ باعتقادي في هذه المسألة بالذات ليس من صالح المملكة ولا من صالح الشرعية أن يكون هناك تباين في وجهة النظر في هذا الموقف بالذات، لأنه في الأخير الموقف أو النتيجة من هذه الضغوط الدولية هو شرعنة الانقلاب، هو القبول بهذه الميليشيات، هو القبول بإيران سيدة وحاكمة للمنطقة العربية كلها. يعني هل يفهم إذن انطلاقا من هذا الكلام على أنه تبادل أدوار ما بين الحكومة الشرعية والمملكة العربية السعودية؟ أنا لا أستطيع أن أقول كذا، ولكن أستطيع أقول يفترض أن يكون هناك تبادل أدوار، لأنه نحن في صف واحد وفي معركة وجودية تتهدد المنطقة كلها، ونحن المتراس الأول في هذه المنطقة أو في هذه المشكلة أو في هذه الأزمة. وبالتالي من الطبيعي جدا أن يكون هناك تنسيق وأن يكون هناك تبادل أدوار وأن يكون هناك رفض لتمرير مثل هذه الكارثة التي ستجتاح المنطقة العربية. طيب الآن هناك أكثر من تحرك من قبل الحكومة اليمنية، يعني كان خلال الأيام الماضية نحو تسليم بعض النقاط أو التعليقات على خطة ولد الشيخ والنقاط التي ترى الحكومة أنها خاطئة وتكافئ الإنقلابيين بصيغة أو كما تحدث الرئيس هادي. هل يعني تتعامل الأمم المتحدة بجدية مع هذه النقاط؟ ما مدى استماعها ووضعها لهذه النقاط كأساس لما سيأتي من يعني مفاوضات متوقعة؟ الإشارة التي ذكرها اليوم كيري في مؤتمره الصحفي مع وزير الخارجية السعودي الجبير كانت واضحة. أنا باعتقادي أنه خارطة الاعتراضات أو النقط في أي نقطة كانت واضحة؟ فيما يتعلق بأنه ليست هي صيغة نهائية للحل، ولكن ممكن الأخذ والرد حول مجمل ما تم، بمعنى آخر أنه
كانت هذه المبادرة كان يقدم على أنها إطار نهائي للحل، لكن الآن يعني في تراجعات، معناته أنه الضغط والرفض الموجود قد من قبل أتى بثماره، أتى بثماره، لكن إلى أي مدى هذا السؤال. يعني هل فعلا أنه هناك جدية، يعني استشفاف مدى جدية هذه الأطراف في فعلا في إيجاد حلول حقيقية ونيات صادقة للحل وفق لجنة ذات أو وفق المرجعيات الحقيقية، المرجعيات الدولية المعترف بها من التي طرحتها الحكومة؟ هذا السؤال يبقى في إطار البحث عن إجابة من خلال المشهد خلال أيام. طيب دعنا نشرك معنا في الحوار الأستاذ سليمان العقيلي المحلل السياسي السعودي. مساء الخير أستاذ سليمان. أهلا، مساء الخير لك ولضيوفك ولمشاهديك. أهلا بكم أستاذ سليمان. من وجهة نظر يعني سعودية، أن تتابع ما يجري في المنطقة وبالتأكيد هناك اطلاع على المعلومات، ما الذي وجدته من جديد في زيارة كيري هذه المرة للسعودية واجتماع اللجنة الرباعية؟ أنا أعتقد أنه كيري أراد أن يضغط على المملكة العربية السعودية في أيام الأخيرة كي ما يحقق نصرا شخصيا له ولإدارته، وربما مكاسب لحلفاء الجدد السريين الإيرانيين. ولذلك جاء ومعه الرباعية المعروفة وزراءها الثلاثة على الأقل بأنهم يعني يسايرون الموقف الأمريكي، وبالتأكيد أنه البريطاني يساير الموقف الأمريكي، والإماراتي يعني يحاول أن لا يغضب الأمريكي، وكذلك يبدو أنه كان موجود أيضا العماني ولكن لم تعلن هذه الزيارة. هذه الزيارات واللجنة الرباعية كلها تجاهلها الإعلام السعودي تماما. لماذا؟ ولم يعلن عن وجودها ولم يعلن عن وصول وزراء، مما يعني أنه تم إجهاض خطة كيري الهادفة إلى الضغط على المملكة العربية السعودية، وبالتالي فشل مساعي يعني تسويق مبادرته التي تفضي إلى تعويم الانقلاب في صنعاء. وأنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية اليوم حققت إنجاز في قدرتها على استيعاب هذه الهجمة الكيرية الرباعية، واستطاعت تجاوزها بكل ذكاء وبكل دبلوماسية، وبان ذلك في المؤتمر الصحفي على كل حال. يعني وكيري قال ان خطته قابله للتعديل، والجبير قال لن نرضى الا بتسويه على اساس المراجع الثلاث وخاصه المبادره الخليجيه وقرار مجلس الامن. واتضح ان اتضح من خلال كلام الوزيرين انهما غير متفقين، وأن المملكة العربية السعودية لا ترى في كيري في أيام الأخيرة لا تراه يقدم أي جديد، وإنما يسوق خططه القديمة الهادفة لخدمة المصالح الإيرانية. طيب هناك الكثير من يعني المتحدثين في اليمن علقوا على أن تصريح كيري الذي قال فيه أن هناك محاولة لحل وضع حل سياسي أو الوصول لحل سياسي يضع حد لهذه الحرب بطريقة تحمي أمن المملكة العربية السعودية. كثيرون علقوا على أن عدم ذكر اليمن في هذا الموضوع وإعادة الشرعية لنصابها ومكانها الصحيح وتعويض اليمنيين عما حدث لم يذكر، هذه إشارة إلى نوع من الغموض في وجهة النظر الأمريكية وكذلك ربما السعودية تجاه اليمن. أحسنت أخي الكريم. نعم، هو في الواقع أنا أفسره بأنه تركيزه على أمن المملكة العربية السعودية محاولة لإقناع القيادة السعودية والسادة السعوديين، وأنا في بالي كمراقب سعودي أخذت هذا التفسير باعتبار أنه محاولة إقناع وتمرير وإظهار إبراز الإخلاص الأمريكي للمصالح السعودية وللأمن القومي السعودي، لأننا نحن كمعلقين وكمحللين وجهنا وككتاب في الصحافة السعودية
وجهنا اتهامات صريحة للولايات المتحدة بأنها يعني لم تكن حليفا يعتمد عليه في الفترة الأخيرة، وأنها خذلت المنطقة العربية وخذلت حلفاء العرب. ولذلك أنا أعتقد أنه أنا فسرت هذه التصريحات باعتبارها محاولة لإقناع السعودية بالإخلاص الأمريكي للمصالح السعودية، وبالذات للأمن القومي الأمريكي الذي اتهمنا في وقت سابق نحن واشنطن بإهماله والتغاضي عن الأعمال الحوثية في الأراضي السعودية. هذه نقطة. أنا تفسير اليمنيين أنا لا أنكره ولا يعني أثبته، إنما أنا عندي قناعة إنه كيري غير مخلص للشعب اليمني ولا للحكومة اليمنية الشرعية، ولذلك يمكنني تفهم التفسير اليمني أيضا باعتبار أنه كيري استعان بكل قوى الأرض لتسويق مبادرته وعمل كل ما ينبغي أن يعمله، ولكنه أهمل اللقاء بالرئيس أو تجاهل اللقاء بالرئيس اليمني الشرعي ورئيس الحكومة وتجاهل المصالح اليمنية. وأنا في واقع الأمر أنا أعتبر أن وجود الحكومة اليوم في صنعاء وامتلاكها لجيشها ولقوتها هذا يعزز الموقف اليمني مستقبلا، ويعتبر أيضا ظهير للموقف السعودي كما الموقف السعودي ظهير للموقف اليمني. طيب أستاذ سليمان، بسؤال أخير، الأداء المملكة العربية السعودية والتحالف بشكل عام وكذلك يعني بما فيه دول الخليج، هل سيتغير أو سيأخذ زخما أكبر بعد ما جرى في حلب؟ هل هناك نوع من يعني فهم الأمور بشكل أكبر والتحرك نحو حسمها بشكل أكبر؟ أخي الكريم، أعتقد إنه الذي حصل في حلب رسالة إنذار وتنبيه استراتيجيين للعرب جميعا وليس للمملكة العربية السعودية، لأن القادة الإيرانيين هددوا وتوعدوا بأن ما حصل في حلب سيحصل في اليمن وسيحصل في البحرين، وهذا في رسالة للسعوديين أنه ممكن يحصل عندكم في السعودية طالما البحرين واليمن على تخومكم، فما يقع في تخومكم يقع لديكم. ونفس الكلام إذا كان هذا الكلام يوجه للسعودية الدولة القومية والإسلامية الكبرى في المنطقة العربية وفي الجزيرة العربية والحاضنة لآمال الأمة في الوقت الحاضر بمفردها مع الأسف الشديد، فإنه بالتأكيد أنه من هو أقل من المملكة العربية السعودية قدرة أو يمكنه أن يعني توجه له مثل هذه الرسالة بسهولة. هذا يدعونا للتفكير بمرحلة جديدة من الوعي الاستراتيجي، من الوعي بالمخاطر. هذا أنا أعتقد وأنا قلت أخي الكريم هذا الكلام في قنوات عديدة من الجزيرة، قلت إنه هذه الحرب ستمتد، ليست حرب اليمن، أنا أقصد هذا الاشتباك الإقليمي مع الفرس. نعم أستاذ سليمان، لعشرات السنين، ولأنه الفرس ليس لديهم نية للتوقف عن الزحف، وإذا لم يجدوا مقاومة عنيفة واستنزاف لمواردهم في اليمن اليمن وفي العراق وفي سوريا سيستمرون في الزحف. وعلى كل حال أخي العزيز أشكرك. نعم. الذي في حصل، اسمح لي بس بكلام تفضل، الذي في حصل في حلب ليس إنجاز إيراني. إيران تحارب مع الأسد منذ 2011 ولن تستطيع أن تكسب نقطة واحدة ضد الشعب السوري. الذي حصل في حلب مؤامرة دولية أمريكية روسية صهيونية، قوى الأرض كلها اجتمعت ضد حلب، هذا ليس إنجاز فارسي. الفرس وضحت. لو كانوا لوحدهم بمرتزقتهم وبميليشياتهم لما أمكنهم الانتصار
ولهم 5 سنوات وهم يحاربون الشعب السوري منذ نهاية 2011، وهم قد تكالبوا على الشعب السوري. شكرا لك. ولم يستطيعوا ذلك إلا بعد أن تقاطرت قوى الأرض ضدهم، وهذه على كل حال معركة من ضمن المعارك القادمة مع كل المعتدين الأجانب على أرضنا العربية. أشكرك الكاتب والمحلل السياسي أستاذ سليمان العقيلي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. بالعودة إليك أستاذ نبيل، هل التعاطي الخليجي العربي أيضا سيتغير مع الملف اليمني في حال كانت هناك أيضا جولة جديدة من المفاوضات إذا ما يعني تمت؟ هل سيكون أكثر حزما، هناك دعم أكبر لحسم أكثر في اليمن، خصوصا بعدما التغيرات التي تحدث في المنطقة وتتسارع بشكل أكبر؟ دعني أشكر الدكتور سلمان العقيلي على مثل الطرح، يعني غير المعهود من الأخوة والشقاء في الخليج العربي عموما. هو طرح دقيق لمفاصل الأزمة الموجودة اليوم حاليا وتركيباتها وتعقيداتها، وهذا الذي يفتقر له الوضع العام في الخليج العربي سواء على المستوى السياسي أو الإعلامي أو غيره. يعني على حجم هذه التحديات نحن نعيش، أو الإخوة في الخليج يعيشون حالة استرخاء قاتلة، وحالة لا أريد أن أوصفها بأنها حالة تبلد. يعني ما يتم أنه لا تتواكب لا وسائل إعلامهم ولا منابرهم الثقافية ولا السياسية مع مستوى هذه الأزمات. يعني ما حصل في حلب كان عبارة عن فتح أحد أهم أسوار الذهاب إلى الخليج. حلب كانت هي واحدة من أهم الأسوار التي تحيط بهذا الخليج العربي وتمثل خط دفاع أول عن هذا عن المنطقة الخليجية والمنطقة العربية كلها. وبالتالي لم نرى، يعني باستثناءات بسيطة في حالة الحكومة القطرية التي أوقفت الاحتفال بعيدها الوطني، لكن الإخوة في الخليج المملكة وغير المملكة لم نسمع تلك اللغة التي يعني يفترض أن تكون تجاه حدث كبير وعظيم وجيوسياسي يتهدد وجود المنطقة. وبالتالي نحن نعول كثيرا أنه يعني لم يعد هناك مجال للتنظير ومجال للخطب العصماء ومجال للمواعظ الإرشادية، في لأن السياسة بالأخير هي مواقف وليست مواعظ. ما لم يكن هناك موقف سياسي حقيقي موحد ينعكس على الميدان انتصارات عسكرية في اليمن تنتقل هذه، لأنه انتصار في اليمن يعني إجهاض المشروع الإيراني في الشام وإجهاض المشروع الإيراني في لبنان وفي العراق. ما لم فإنه النتيجة هي ما ذكرها الدكتور سليمان العقيلي، إنه المستهدف الأول والأخير هي هذه المناطق. أشكرك جزيل الشكر الباحث والمحلل السياسي أستاذ نبيل البوكيري، كنت معنا في حلقة اليوم. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزملاء في طاقمي العمل الفني والتحريري. إلى اللقاء.